نشكرو مراكش الان بعد الاهتمام ديالهم الدائم بالمتابعه ديال العمل الجماعي وديال الجلسات ديال العمل الجماعي والمتابعه ديالهم على كل الاحداث اللي تتوقع في مدينه مراكش وخصوصا العمل الجماعي منها. اليوم الميزانيه كيشتو تتميز بواحد العدد ديال الامور، انه كل شيء كاين في ظرف استثنائي. اصلا الميزانيه تتكون في شهر 10 ماشي في دوره شهر 11، هذه دوره استثنائيه. وقدرنا الحمد لله في ظرف واحد 45 يوم انهم نديروا ثلاثه دورات من النظام الاساسي للجان الممثلين للجماعه في واحد عدد الامور، ونعقدوا اليوم بعد ما عقدوا جميع المقاطعات مشكورين حتى هما بذلوا واحد المجهود كبير لحساب الدورات ديالهم الخاصه بحساب النفقات. واليوم قبل 15 نوفمبر الحمد لله كيف تينص القانون صوتنا على الميزانيه ديال مدينه مراكش. ما كاينش وقت باش غادي دير واحد التقييم كبير للميزانيه واحد الرؤيه، ولكن قدرنا نحافظوا لانه هادشي فيه واحد التوجيهات كبيره ديال اعداد الميزانيه ديال الوزاره الداخليه، فيه توجيهات ديال الرئيسه ديال المجلس الجماعي، فيه المجلس هو المسؤول الاول والاخير على الميزانيه. والحمد لله انا اللي غنقول فاش كنا تناقشوا في الجهات الماليه كان عندنا واحد في الفائض التقديري واحد المليار و200، ولكن بالمجهودات الجباره ديال الاستاذه فاطمه الزهراء المنصوري وعمده مدينه مراكش قدرنا نحصلوا على واحد الاضافه مهمه في لاتيفيا، يعني في لاتيفيا اللي هي القيمه المضافه الضريبه على القيمه المضافه اللي تجاوزت 52 مليون ديال الدرهم. اليوم هاد 52 مليون درهم زائد هذاك المليار و200 اللي كنا قدرنا نبرمجوا واحد البرمجه في الفائض ديال 65 مليون ديال الدرهم. هي ماشي في مستوى مدينه، ولكن الناس خصهم يعرفوا بانه هذه الميزانيه كل شيء في حاله، يعني حاله استثنائيه، كل شيء جاء في ظروف حاله استثنائيه. البرنامج والعمل غيبدا في برنامج عمل الجماعه. برنامج عمل الجماعه السيده العمده عطات الانطلاقه ديالو في 1 نوفمبر وغادي يتسالى في 31 مارس، يعني كتنص القانون على سنه وغيكون من 2022 حتى 2028. يعني احنا قدرنا الحمد لله اننا السيده العمده دارت 6 شهور باش نقدروا نشتغلوا في واحد البرنامج يتيه من المدينه، وتما فين غتبان الافكار والرؤيه السياسيه الحقيقيه ديال المجلس وشنو الاضافات واللي غادي يجيب المجلس للمدينه. وهادشي غير غريب على الاستاذه فاطمه الزهراء المنصوري بعد ما كانت في البرنامج اللي كنا اشتغلنا عليه في المجلس السابق اللي كانت هي العمده ديالو في الحاضره المتجدده، واللي عطى واحد العدد ديال المرافق مهمه في مدينه مراكش. بدون شك غادي نعاودوا نخليو معاها كمجلس بصمه كبيره ان شاء الله في المستقبل. شكرا لكم.